السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم إخوان الكرام؟ أحوالكم إن شاء الله تكونوا بالخير والعافية. اليوم موضوع ديالنا هذا يكون موضوع حول مشروع مربح، وهذا المشروع لا يتطلب إلى رأس المال كبير، يعني مشروع بسيط جدا وتستطيع أن تكسب منه مبالغ أو ربما تجعل من هذا المشروع هذا مشروع كبير. المهم على أي مشروع لدي فيه تجربة، لأن العديد من المتابعين سواء في قناة اليوتيوب أو في صفحة الفيسبوك أو خارج من هذا العالم الافتراضي تتسولني ديما أشنا هي المشاريع اللي نقدروا نبداوها وحنا بساطة، يعني ما عندناش شي مبلغ اللي هو كبير نديروا فيه شي شركة كبيرة، بغينا مشروع صغير نخدموا عليه ونحققوا فيه مبالغ محترمة اللي تكون مصدر ديال الرزق ديالي والرزق ديال الوليدات ديالي. طبعا انا غادي نشارك معكم واحد المشروع اللي انا خدمت فيه وعانيت فيه بزاف، ولكن الحمد لله كبدايه ربحت فيها 3 مليون في ذاك الشهر، لانني طحت في واحد الموقع اللي هو مزيان واخترت مكان مزيان واخترت واحد المجال او اخترت واحد المشروع اللي هو عليه اقبال جيد، حتى الان فيه اقبال في المغرب كامل، ولكن بتحتاج واحد المنطقه اللي تكون منطقه جيده، يعني اي مشروع بتبدا فيه لابد تقلب على ديك المنطقه اللي هي عليها الاقبال، ولا على ذاك المشروع عليه اقبال من طرف الناس اللي هادي يكونوا ساكنين تما او قرابين من ديك المنطقه. طبعا بزاف ديال الخدمات ولا ديال المشاريع اللي خدمتهم كاين اللي نجح ليا كاين اللي ما نجح ليا، وخدمت عند الناس ما خلينا ما خدمنا، جربنا بزاف ديال الحرفات سواء كانت بالثمن بشهريه مزيانه سواء كانت رخيصه الى اخره، ولكن ما بين المشاريع اللي خدموا ليا ونجحوا ليا هي خدمت في المحلبه. اي واحد تيخدم عند الناس، اي واحد تيدير اي خدمه تيبغي يدير المستقبل ديالو تيبغي يدير المشروع ديالو. طبعا انا فكرت ندير او نخدم مشروع ديالي اللي هو محلبه او قهوه ولا سميوها اللي بغيتي تسميوها، ولكن هي قهوه محلبه او محلبه. فعلى هذا المشروع ديال المحلبه طبعا بزاف ديال الناس تيحقروا هذه الخدمه هذه، مع العلم ان المحلبه راه خدام فيها بزاف ديال الناس وتيكسبوا فيها الفلوس بزاف، وانا كتجربه غادي نقول لكم كيفاش خدمت في هذه الخدمه هذه وكيفاش صورت فيها 3 مليون. اول حاجه خصك تقلب على محلبه ولا قهوه تكون مجهزه، فيها الكراسة فيها الثلاجه فيها البريصه فيها البوطه ديالها فيها كلشي، يعني مجهزه كاملة، ربما تكلها ب 2500، ربما ب 3000 درهم، ربما ب 4000 درهم، ربما ب 5000 درهم، على حسب اللي اتفقتي مع ذاك السيد وعلى حسب ديك المنطقة واش فيها ما يدار ولا لا. وطبعا أنا من دوك الناس اللي تلاقاو المحل مجهز، يعني أنا كانت عندي واحد 1000 درهم هي باش غادي نخدم ذاك المحل، خلصنا لك راه حيدنا علينا كل شيء وبقى لي 1000 درهم باش نخدم. 1000 درهم شي حاجه بسيطه جدا باش نبدا بها، شريت نص كيلو ديال القهوه باش نخدم في البريسا، مشيت شريت واحد 10 ايترو ديال الحليب، شريت شي دانون عند صحاب الشركه ديال دانون، مشيت شريت هضرت مع صحاب كوكا كولا جابوا لي المولاده، مشيت شريت الديسي الفواكه ديالي، شريت الباكيه ديال اتاي 500 غرام ضرب ليك مع حتى 5 ايام ب 35 درهم، هادشي كلشي ما فاتش ليا 1000 درهم وباقي شرط ليا الصرف باش نخدم مع الناس. فانا في النهار الاول فاش خدم جاو عندي الطلبه جاو عندي الناس تعرفت مع الناس وليت تنخدم معاهم تنخدم 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 تنخدم, تنخدم. فانا صورت 3 مليون في الشهر الاول، الشهر الثاني 2 مليون شي حاجه، عاود ثاني طلعت 3 مليون وغاديه وهي هابطه وطلعه. هي اللي خصكم تعرفوا بارك الله فيكم ان كاين اسرار في هذا المجال ديال المحلبه. راه المحلبه اخوتي اللي بزاف تيحقروا الناس، راه مشروع تيطلب مبالغ قليله بزاف، ولا حتى القهوه تطلب مبالغ قليله بزاف، يعني انا تنعرف راسي باللي خنشه ديال الحليب اللي شاريها ب 3 درهم و20، يعني شي حاجه قليله بزاف، تتخلي ليا حتى 80 درهم في النهار، يعني قهوه لهذا قهوه لهذا، قهوه ب 8 درهم قهوه ب 7 درهم 8 7، تتخلي ليا خنشه ديال الحليب كشويه ديال القهوه تتخلي ليا هكا. ايضا بالنسبه لاتاي معلقه او جوج معلقات في اتاي وتدير اتاي صغير ب 7 درهم وجوج معلقات والو انت، يعني 5 هاد البراد ديال اتاي راه غادي يخلصوا لك الباكيه ديال، وانت راه الباكيه تدير لك واحد العدد كبير ديال البراد ديال اتاي، ربما توصل حتى 40 50 براد في واحد الظرف وجيز زيد دير وانت تتربح. يعني هذا المجال هذا الا شي واحد عنده راس المال قليل وبغى يدير شي مشروع راه يقلب على محلبه ولا قهوه مجهزه، والكرا ديالها على حسب المنطقه، كانت منطقه عليها البشر بزاف فيها الطلبه فيها كذا
فطبعا انت غادي تخدم فيها مزيان وهادي تصور فيها الفلوس مزيان. وطبعا الا كانت منطقه قليله راه على حسب المنطقه اللي خدام فيها، وريني واش فيها الفلوس واش فيها رزيقات. نعم راه فيها ما يدار، وتتعرفوا باللي الناس عزيزه عليهم القهوه وعزيزه عليهم الماكله وعزيزه عليهم العواصر، الناس بزاف تتخرج. وبالتوفيق، وهذا الشيء اللي قديت نشارك معكم طبعا بالدارجه المغربيه وكتجربه ديالي اللي صورت فيها هذا المبلغ اللي هو 3 مليون فقط ب 1000 درهم. وهذا الربح هذا راه جاء والحمد لله، وتنشكركم بزاف للمتابعه. واي سؤال طبعا غادي نجاوبكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.